أكدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا لدور الصندوق كمعاون لأجهزة الدولة في مختلف المجالات التنموية، فضلا عن مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الرئاسية لرعاية الأسر الأكثر احتياجا. ناقشت اللجنة في اجتماع لها الموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق في مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية. ويعتزم الصندوق خلال الفترة القادمة إطلاق حملة جديدة تستهدف تيسير زواج اليتيمات والفتيات الأولى بالرعاية، والتي ستصل في مرحلتها الأولى لنحو 500 عروس.